استهدفت قوات النظام 4 غارات جوية للمنطقة عنا هون، مما أدى إلى إصابة 15 طفل عنا بهي المدرسة وجرح معلمتين، وعنا شهيدة اللي هي لفة راحو واللي هي وردة سبيناتي رحمة الله عليها. النظام اليوم عنا استهدف المنطقة ب4 غارات جوية متتالية في آن واحد. عنا هون 15 جريح وشهيدة وجرح معلمتين، وفي عنا في بلدة حزرمة عائلة كاملة استشهدت الأم وجرح الأب وطفلين صغيرين بحالة حرجة. النظام خلال الأسبوع الماضي صار عنا بمنطقة المرج أكثر من 5 مجازر يوميا. عنا عدد الشهداء خلال الأسبوع الماضي أكثر من 80 شهيد وشي 250 جريح لحتى هي اللحظة، وأكثر الجرحى عنا حالتهم حرجة، حالات بتر وهيك شغلة. النظام صار مستهدف المدارس في منطقة المرج، عندنا أكثر من 10 مدارس خارج الخدمة نهائيا بسبب القصف العشوائي المباشر بالمدارس عندنا هي هون. يعني النظام انتبه سياسة تهجير الأطفال وروضات وهيك شغلات، يعني وين في روضة وين في مدرسة على طول عم يستهدفوا بنفس الموضوع هذا.